أرقام مخيفة وباعثة للقلق، تلك التي كشفت عنها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان لأعداد المصابات بسرطان الثدي في المحافظة في ختام فعاليات الشهر الوردي للتوعية بالمرض الذي بات ينتشر وبصورة مخيفة. منذ افتتاح مركز الأورام تم كشف عن أكثر من 700 حالة ورم ثدي، شفي منها 40 شفاء تاما و200 حالة توفاهم الله سبحانه وتعالى، والبقية لا زالوا في إطار العلاج وهم في إطار العلاج النهائي وليس العلاج الأولي. وخلال هذا الشهر أيضا تم استقبال 120 حالة مريضة سرطان ثدي. ويعد سرطان الثدي الأكثر شيوعا لدى النساء المصابات بالسرطان، ما دفع بمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي إلى إقامة العديد من العيادات المتنقلة للفحص المبكر في الأسواق والتجمعات التجارية في مختلف مديريات المحافظة. باستثناء عيادة الفحص الموجودة في مستشفى بشراحيل، قامت المؤسسة في هذا الشهر بالذات بتفعيل عدد 5 عيادات في الغيل والشحر وشبوة وديس الشرقية والحامي. استقبلت العيادة أكثر من 500 حالة، لأن تلك المناطق شوية التوعية عندهم. المدارس والثانويات والجامعات هي أيضا شهدت العديد من الفعاليات التوعوية بالمرض وكيفية اكتشافه في مراحله الأولى من خلال تعليم الفتيات طريقة الفحص الذاتي في حملة شاركت بها بعض الناجيات من المرض. أنا كناجية شاركت في حملة الشهر الوردي في التوعية استشعارا مني مسؤوليتي نحو المجتمع وحتى لا تمر الفتيات الأخريات بما مريت به. ومع تزايد أعداد المصابات بالمرض سنويا، يأمل القائمون على هذه الفعاليات التوعوية أن تسهم في تنمية وتعزيز ثقافة الفحص المبكر كونها بمثابة طوق النجاة منه. قد لربما لا تنتهي فعاليات التوعية بأمراض سرطان الثدي لدى النساء بانتهاء الشهر الوردي، لكن الأكيد أن المعركة مع مرض السرطان بمختلف أنواعه لن تتوقف طالما ومسبباته لا تزال حاضرة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.